الرجال، لا اليوم العنصر النسائي دخل كذلك في هذه المغامرات وهذه الرياضات. ضيفتنا اليوم مارست الكثير من المغامرات والهوايات الحماسية التي خلقت فيها مشاعر إثارة دفعتها إلى خوض تجارب جديدة وشيقة. صحيح، هي شابة مولعة بالمغامرات، حملت على عاتقها توفير بيئة جاذبة وداعمة أيضا لهوايتها، متحدية كل الظروف لتشق طريق مغامرتها وأيضا تتسلق القمم في مختلف مناطق الدولة، بل وساعدت أيضا على استقطاب الكثير من المجموعات السياحية الباحثة عن جو تتوفر فيه مغامرات، وأصبحت مدربة إماراتية وهاوية للمغامرات الجبلية. إذن تسلق الجبال هي رياضة تندرج ضمن رياضة المغامرات. ضيفتنا تدربت على هذه الرياضة لقرابة العامين كمتسلقة جبال محترفة، وهوايتها جعلتها تتسلق كذلك على الجبال التي يوجد فيها ربما صخور وعرة مؤدية إلى القمة، حتى أصبحت اليوم هي التي تعمل على تدريب المبتدئين في رياضة تسلق الجبال. المغامرة ومتسلقة الجبال السيدة الشيخة آل علي، أهلا بك معنا، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. طيب بداية، شو اللي دفعك لهواية تسلق الجبال على الرغم من كونها هواية شوي صعبة أو رياضة صعبة؟ هي نعم، في البداية كان فيني خوف من تسلق الجبال والأماكن المرتفعة، فقلت أكسر هالحاجز وأتغلب على هالخوف وبديت في تسلق الجبال. جميلة. لما مارستها بشكل جيد. متى بدأتي شيخة؟ من عامين تقريبا. من عامين وانت عم تتسلق الجبال، في اماكن معينه بتروحي تتسلقي فيها؟ بديت في الاماكن العاديه وخطوه خطوه بديت بصعوبه اصعبها شوي، تكون مسافات اكثر، ازيد في الكيلو، ومع الايام الحمد لله صعدنا لاعلى القمم في دوله الامارات. جميل. طب شيخه انت قلتي انه كان عندك خوف من تسلق الجبال، اليوم انت متسلقه محترفه. لا، مع الممارسه تكسري هالحاجز. تمام، انا بدي اعرف مع الممارسه شو التحديات اللي واجهتك وكيف اجتزتي هذه التحديات شيخه؟ وايد امور تصادفنا تسلق. مثل ماذا؟ يعني التعب الشديد، كيف نتغلب على التعب؟ في اكل لازم ناخذه معانا مثل بروتين، طاقه، الاكثار من شرب الماء هذا ضروري، وابى اتحدى نفسي واصعد واكمل لما توصلي للقمة ان شاء الله. طيب يا شيخه، شو الادوات اللي بتستخدميها؟ هذا اولا حاب اعرف، اكيد في ادوات خاصه بتستخدميها لتسلق الجبال، وايضا تحدث الادوات بتساعد على الحمايه، حمايتك من اي اصابات. إذا كان الجو مشمس لازم القبعة، نظارة الشمسية، العصا الجبلية إذا صادفنا صخور نتأكد إذا الصخور تتحرك أو ثابتة، الملابس الفضفاضة المريحة والحذاء المريح للهايكينج. طيب شيخة، كيف تخططون لرحلة الهايكينج أو تسلق الجبال؟ هي تأتي أكيد على مراحل، وكم من الوقت تحتاجون أو تستغرق الرحلة الوصول إلى القمة؟ نشوف المسار في البداية في اللوكيشن، نحدد الوقت، يعني يستغرق من أربع ساعات لست ساعات تقريبا، يعتمد على الكيلو اللي نمشي. ما بتخيموا أحيانا؟ ما في بتقضوا مثلا ليلة كاملة أو يومين ثلاث أيام؟ في ناس بتضل أسابيع. في بعض المغامرين يخيمون، نحن نطلع من أول الصبح، يعني نصلي الفجر فنتوكل اللوكيشن ونوصل للمكان ونبدأ. بس في ناس يعني تخيم، تكون جاهزة، ترتب أمورها من اليوم اللي قبله. اسمحي لي بس هون سندين، هاي الرياضة فيها مشقة، فيها تعب، وهي يعني شديدة شوي. صح، ربما تحتاج على الرجال وعلى النساء. شو ضافت لك هذه الرياضة شيخة؟ اللياقة أهم شيء. يعني الواحد ما يبدأ يندفع بمشي على طول مسافات طويلة لأنها تعب، بيكون بذل جهد كبير، فيمارس المشي في البداية يكون متمكن في لياقة، فعقب شوي شوي يأخذها ستيب باي ستيب. طيب اليوم أنت أصبحت مدربة، يعني تدربين كذلك على هذه الرياضة، خبرينا شوي عن برامج التدريب اللي بتقدميها، وهل في إقبال بتلاقي من العنصر النسائي ربما على تسلق الجبال؟ في وايد من العنصر النسائي يبون يجربون، لأنهم يشوفون أن في من العنصر النسائي يروح للهايكينج، يقولون ليش نحن لا؟ ف
فيحبون يجربون ونحن نحمسهم لأن هالشيء ما في شيء مستحيل. وبالعكس القيادة الرشيدة تشجع النساء في ممارسة الرياضات المختلفة. وتكون يعني فترات راحة، ما بدنا مشي على طول لأن الواحد بيتعب لأن المسافة طويلة، فنريح في فترات ونكمل المشي نكمل. وأهم شيء بس عملك كمدرب حثينا عنه أكثر، يعني برنامج التدريب اللي أنت تقومين بإعداده للمبتدئين، يعني أنا اليوم بدي يكون معكم خبري بتوصل لهون ساندو بدها تكون معكم، يعني الكلمة روحها يعني تشجع، يعني تحمسين الشخص أنه يكمل يتحدى نفسه أنه يوصل لشيء حلو. لا التهيئة البدنية للشخص المبتدئ، يعني هل بتقوموا بتدريبه شهر أسبوع تطوير برنامج الرياضي لهذا المبتدئ قبل أنه ما يقوم بتسلق الجبال، شو بتدربه بالضبط؟ ننصحه أنه يباشر المشي مع المشي اللياقة بتزيد يوم عن يوم. فمثل ما قلت من المشي خطوة بخطوة فيقدر يتمكن من اللياقة اللي في بدنه. جميل. طيب التحديات تحدثنا عنها، الميزة التي أضافتها لك احترافك للتسلق وخصوصا كسيدة إماراتية. بالعكس كسيدة إماراتية أنا أطمح أني أكون وحدة يعني قدوة للنساء الباقيات في المجتمع، وكامرأة إماراتية دائما أرفع الرأس وأكون في القمة دائما، والحمد لله وصلنا لجبل جيز وقريبا في أعلى قمة في جبل حفيت تقريبا 7.5 كيلومتر. جميل. أنا لفتني شيخة وأنت عم تحكي أنه أنا معي عصا لحتى أتأكد إذا الصخور بتتحرك، تعرضت لي شيء من مواقف؟ لا الحمد لله، لأن تأكدنا من الأحجار فنغير شوي المسار. إذا في أحجار متحركة مثلا من الأمطار العوامل البيئية فهذه تأثر على الصخور في الجبال فتكون متحركة، فناخذ مسار أسهل ثاني. أكيد بتطلعوا على النشرة الجوية قبل ما تطلعوا، هي لازم في استعدادات يمكن مسبقة. أنا من حديث مهران استنبط هذا السؤال أنه لا سمح الله قد يحدث حوادث مثلا أو لا قدر الله، هل في تجهيزات أو تهيئات معينة للحفاظ على سلامة الأشخاص؟ عدة الإسعافات الأولية ضرورية تكون موجودة ويانا، لا سمح الله في متدرب عندنا صادف أي جرح أي إصابة فنعالجه في نفس الوقت والحمد لله. حابين هذا النشاط توسعوا أكثر خارج دولة الإمارات؟ ممكن نسمع أنه مثلا حابين تتسلقوا جبال أخرى في بلدان معينة، فيها المخطط موجود عندكم؟ إن شاء الله خططنا مستقبليا في برع البلاد خارج الدولة، عمان وهالأماكن. في جبال أعلى من حابين؟ نعم. جبال الألب مثلا فكرت فيها؟ إن شاء الله. ليش لا، إن شاء الله توصل لأعلى القمم إن شاء الله يا شيخة. نتمنى لك التوفيق. قبل ما نختم هذا اللقاء تعطينا أهم النصائح ربما لكل محبي هذه الرياضة، بس اللي خايفين ربما أنه يبلشوا فيها أو اللي عندهم خوف، لأنه أنت حضرتك كان عندك خوف وتغلبت عليه، فعطينا هذه النصائح السرية خصوصا للمبتدئين. ما يصير روحه يعني يبلغ أهله أو أحد من أصدقائه أنه رايح للهايكينج، لا سمح الله صار شيء، يعني حد يكون عنده علم أنه هو في هالمكان. والماي الكافي لازم، يعني الأكسجين يقل فالماي ضروري، يكثر من الماي لو ما حس بعطش، الماي ضروري، والملابس الفضفاضة والحذاء ضروري جدا لأن مريح وجبلي. مريح لأن عادي تلفت تلتف الريح أو تحدث بعض الإصابات. هنا في أحذية معينة هي تسلق الجبال؟ صحيح. طيب أنا حاب أعرف، صار عندي فضول أكثر، يعني أهلك كيف شجعوك على هذه الرياضة مثلا؟ قالوا لك روحي داعمين لك ولا كانوا شوي خايفين عليك يا شيخة؟ شوي خايفين بس قنعتهم أن هذا خوف فيني فحابة أتغلب عليه. في حدا من عائلتك كمان؟ هي نعم، تسلق الجبال من العائلة، أخواتي كلكم مع بعض تطلعون؟ هي نعم. مين اللي بدأ الرياضة؟ أنت بدأتيها ولا خواتك قبل؟ مع بعض. مهدوا لك الطريق؟ مع بعض. مع بعض جربنا. والأهل كانوا من الأول بالضبط داعمين ولا؟ داعمين الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، خلي لك إياهم إن شاء الله تصلي إلى أعلى القمم يا شيخة، فخورين فيك. إذا نشكر وجودك معنا المتسلقة والمغامرة الشيخة آل علي. شكرا جزيلا. شكرا لك.